نجدد التحية. تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح المصري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. المزيد من التفاصيل مع الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، بعد تحية لازلنا نتابع معكم عبر شاشة القناة الأولى كل ما هو جديد بشأن دخول المساعدات الغذائية والدوائية والإغاثية من مدينة العريش إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. نتواجد معكم الآن في محيط المركز اللوجستي بمدينة العريش، هذا المركز الذي يحتوي على الآلاف من الشاحنات. هذه الشاحنات هي مجهود للدولة المصرية، هذه الشاحنات تحمل العديد من المواد الإغاثية والإغاثية والطبية أيضا والدوائية، وهناك العديد من الشاحنات كما نرى على جانبي الطريق سواء يمينا أو يسارا، هناك المئات من الشاحنات في انتظار عبورها من معبر رفح إلى كرم أبو سالم. هذه الشاحنات هي تأتي من ضمن جهود الدولة المصرية من أجل يعني إنقاذ الشعب الفلسطيني الذي يتعرض يوما بعد يوم إلى هجمات شرسة من الاحتلال الإسرائيلي في أماكن متفرقة في قطاع غزة. اليوم على مستوى عبور الشاحنات من معبر رفح إلى كرم أبو سالم بالفعل رصدنا عبور 22 شاحنة من المواد الغذائية والإغاثية، وهذه الشاحنات تحمل معونات للشعب الفلسطيني متنوعة لجميع مستلزمات الحياة. ورصدنا أيضا عبور ل 12 شاحنة من الشاحنات التي تحمل محروقات، منها 8 من السولار و4 من الغاز الطبيعي. هذا في الوقت الذي يعاني فيه قطاع غزة من نقص شديد من المحروقات، هذه المواد التي تستخدم لضمان استمرار عمل المستشفيات وعمل المراكز الطبية والمرافق الحيوية في قطاع غزة. ولا زالت مصر مستمرة بجهودها سواء كانت جهودها يعني الميدانية والشعبية وأيضا جهودها الدبلوماسية من أجل وقف نزيف الدماء الفلسطينية. هذا هو المشهد لدينا الآن من يعني داخل مدينة العريش، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.